في مثل بيقول الحاجة لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، أو يعني بالبلدي كده كل حاجة ليها مقدار معين، لو زادت عن المقدار ده أكيد هيكون في ضرر من زيادتها. أو فكرة الأفورة يا جماعة، ده بينطبق تماماً على الأزمة اللي ممكن بتواجه بعض الأسر تحديداً بسبب الألعاب الإلكترونية اللي بتكون موجودة على التليفونات مع ولادهم، اللي ممكن تكون في البداية هي وسيلة أو نوع من أنواع التسلية للأطفال، وأحياناً بتكون البداية بتاعتها كحافز للطفل. لكن مع الوقت بنتفاجئ بأن الطفل أصبح عنده توحد، أصبح أسير للعبة دي، لأنه بدل ما بيكون بيلعب مثلاً نص ساعة لا بقى ماشي طول اليوم وماسك الموبايل في إيده. علشان كده يمكن بينا إحنا بنشوف كمان الأطفال سنهم بيزيد ولسه ما زال الموبايل معاهم، ما يقدرش لو يتخلى عنه، ولو تخلى عنه بيحس إن في حاجة مش مظبوطة، دايماً طول الوقت مش مندمجين غير مع الوسط الاجتماعي اللي حواليهم جوه الموبايل، هو ده الوسط بتاعهم الموجود. يمكن يا بسنت منا الشرقاوي زميلتنا كانت بتكلمنا اللي هي كمان في مشكلة أكبر دلوقتي مع هي ومروان ابنها، إن هو عاوز يشتري أكاونت بفلوس كتيرة جداً، يعني أصبح كمان مش فكرة تسلية، لا ده الموضوع راح لبزنس كمان. عارف زمان كان الأولاد في السن الصغير ده يحبوا ينزلوا، أو إحنا سننا وإحنا صغيرين نحب ننزل الشارع نلعب، يروحوا مثلا باركس أو جناين أو عشان خاطر يستمتعوا بسنهم. الفكرة إنه عملوا دراسة وخبراء التربية لقوا إن أخطر سن هو السن من 4 لـ5 سنين، لأن ده السن اللي بيبتدي فيه الطفل يبدأ فيه إنه يكتشف كل حاجة حواليه. حتى بنلاقي الأطفال في السن ده عندهم فضول جامد قوي، عايزين يعرفوا كل حاجة حواليهم، بيبتدوا حتى الأمهات بتقول ده بيحط إيده في الكهرباء أو لأنه ده سن الاكتشاف، هو بيكتشف كل حاجة حواليه، عنده فضول عايز يعرف ده بيعمل إيه. فلما يلاقي نفسه عايش جوه ألعاب إلكترونية وجوه عالم افتراضي، النتيجة الطبيعية إن الطفل ده يكون عنده نوع من أنواع التوحد أو الإنعزال عن عيلته بقى، عن إخواته، عن صحابه. مع الوقت بنلاقيهم مش مركزين في دراستهم لأنهم مشغولين بالألعاب اللي بتأثر فيهم أكتر من الواقع الاجتماعي اللي حواليهم. لا احنا كمان يا بسنت مش بنتكلم هنا على الطفل العادي اللي هو بيلعب بالموبايل زي ما قلت في البداية بفكرة الحافز، أنا بديك نوع من أنواع الحوافز اللي أنت هتلعب بيه الموبايل نص ساعة أو حتى ساعة بيكون التليفون موجود معاك. لا بالعكس، دي ممكن تكون وسيلة من وسائل الترفيه ووسيلة آمنة وذات جدوى كمان أحياناً في تربية الطفل، تحديداً لما أكون عاوزه يعمل شيء ما أو غرض ما. لكن لازم يكون في رقابة أبوية على المحتوى والألعاب اللي بيتم لعبها كمان، وكمان يكون في ألعاب ومسابقات خاصة بالذكاء اللي أنا أنمي موهبة الذكاء عنده من خلال جيم أو من خلال لعبة موجودة على الموبايل، ودي حاجة كويسة. لكن إحنا هنا بنتكلم على الطفل اللي معظم وقته يمكن بيقضيه على التليفون. الخطر هنا إنه مفيش أي تفاعل اجتماعي ليه مع الناس اللي حواليه، ولما بيبتدي يكبر شوية أو يعني حاجة بنلاقي إن هو أول حاجة كمان بنلاقيها موجودة عنده اللي هو بيبقى عنده مشكلة في التحصيل الخاص باللغة، لأنه ما بيتكلمش مع أخواته، ما بيتكلمش مع أصحابه، ما بيتكلمش مع أبوه أو أمه بشكل متواصل. فده بيؤدي لإيه؟ بيؤدي لإن تركيزه الأكبر رايح ناحية الألعاب، وبيفقد التواصل الاجتماعي الحقيقي بقى اللي موجود في البيت أو موجود في الأسرة، واللي بقى يخطف انتباهه هي حاجة واحدة فقط، الجيم اللي على الموبايل. عارف كمان الجيم، كل جيم بتختلف عن التانية، يعني حتى صحيح. احنا مش ضد على فكرة انه يعني في حاجات مجدية يقعد اكيد يلعب شوية، لكن في للأسف ساعات كتير اهالي بتستسهل تسيب الموبايل للأولاد، متعرفش بقى هو بيتفرج على ايه، سواء جيم سواء على فيديوز على أبليكيشنز مختلفة. مشكلة في الألعاب اللي فيها عنف بتخلي او بتكون سبب في تغيير سلوك الطفل، يعني طبعا بشكل سلبي. يعني احنا شفنا كتير قوي من الاطفال بيبقى عندهم عنف شويه في طريقتهم تجاه اهاليهم، تجاه صحابهم في الحضانه او المدرسه، بيبقى طريقتهم فيها نوع من انواع يعني طف كده، يعني هم بيبقوا فعلا عندهم حده وعنف. فاحنا في صباح الخير يا مصر في الحقيقه يعني مركزين قوي مع النقطه دي، مركزين قوي مع الاطفال كمان في السن ده، بنعرض مع خبراء تربيه كتير قوي من المشاكل من النوع ده. لكن الفقره اللي هنتكلم عنها النهارده من فقرات صباح الخير عن الالعاب خاصه اللي فيها عنف، هنعمل ايه معاهم، خاصه ان احنا مش عايزين نحرم الاطفال من اللعب في نفس الوقت نحافظ عليهم من الاصابه طبعا التوحد والانعزاليه. هنناقش الموضوع
ده بالتفصيل اكتر خلال الحلقه النهارده، فتابعونا خلال الحلقه. نصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.